جنرال، بس بدنا نسألك شو التسريبات عن بنود البيان الوزاري؟ نو نو، إذا بتريدي هلأتني في تكتم كبير عن مواضيع البيان الوزاري. نحن بداية كمبدأ، طبعا ستنا الكريمة، كمبدأ ما بنسمح لحالنا نسرب أي معلومة، أخلاقنا ما بتسمح. ثانيا نحترم طلب الرئيس المئاتي، هو طلب منا شخصيا نحافظ على السرية التامة وعدم البوح بأي موضوع بيتعلق بالبيان الوزاري. عفوا جنرال، يعني بالأملية هيك، ولو لو بتعطينا ملخص صغير عن البيان الوزاري، لأنه البند الأول يعني إذا بتسمع. هلا تني والله ما بخبي عليكم، يعني معزتكم كتير كبيرة علي، أنتو جماعة قربة تنحل، ما في أرفضكم طرد. حقيقة طيب رح أعطيكم ملخص صغير عن البند الأول فقط لا غير، وإذا بتريدوا ما حدا يتزاكى ويسألني شيء عن باقي البنود. نعم. جاهزين؟ جاهزين جاهزين جنرال، تفضل. أيدوا عنكم إذا بتريدوا. نعم. البند الأول فئة ألف. ألف. تقفل كل معامل الحرير في لبنان. بيه ما تطلع. نعم. يلغى صنف السنيورة من الحلويات العربية. جيم. يلغى كل ما يتعلق بكلمة سعد من التداول، إذا كان باللغة الدارجة أو باللغة النحوية. عفوا جنرال، بس كيف يعني؟ شو كيف يعني؟ في كتير عندك أمثلة أستاذنا الكريم، مثلا عندك نهاركم سعيد، الله يسعدك، عام سعيد، بترد عليه بتقول له عامك أسعد، هول كلهم ممنوعين، أسعد الله مساءكم، أو أدام الله السعد في حياتك. مثلا جنرال سوري، هيدي أدام الله السعد في حياتكم، شو بتصير؟ شو البديل تبعها يعني؟ بتصير بكل بساطة أدام الله حسن في حياتكم. مثلا أسعد الله مساءكم بتصير أحسن الله مساءكم، يعطيكم العافية ونصر الله بعونكم.